الرئيس عبد الرحمن برقاش. كان من رجال الجهاد البحري ورئيس البحر في بداية القرن التاسع عشر، من أهل عدوتين سلا ورباط الفتح قرب مصب نهر بورقراق، كيجسد الدور اللي قاموا به المغاربة في هذا الميدان في فترة عصيبة عرفت ظهور البحرية البخارية في الغرب وتهديد زحف السفن التجارية الأوروبية. أدت إحدى العمليات اللي قام بها بجانب رئيس بحر آخر رباطي إلى توتر العلاقات بين المغرب والإمبراطورية النمساوية قبل استعادة علاقات السلام والإلغاء النهائي للجهاد البحري، هو الرئيس عبد الرحمن برقاش. بصرف النظر عن وظيفته وأعماله وخلفيته الاجتماعية والعائلية وبالطبع السياق السياسي بشكل عام، ما كنعرفوش الكثير على الحياة الشخصية للحاج عبد الرحمن برقاش. ولادته كانت في الرباط في نهاية القرن الثامن عشر ضمن عائلة كان لها دور تاريخي مهم. أصلها أندلسي، كانت كتسمى في البداية فارغاس، اسمها يعني بالقشتالية تل شديد الانحدار، كيطلق على إيغيرا دو فارغاس في مقاطعة بطليوس بإستراميدورا. وصلوا أسلافه للمغرب وأصلهم من أورناتشوس بعد مراسم الطرد الصادرة عام 1609 عن مجلس الدولة الإسباني واللي ضربت الموريسكيين، أي السكان المسلمين اللي بقوا في الأندلس تحت الحكم المسيحي وتجبروا على اعتناق المسيحية منذ عام 1502. إذاك هاجر البعض نحو المغرب وعلى رأسهم عشيرة الهورناتشوس اللي كانت كتسكن إقليم إكستراميدورا بالأندلس. استقروا في البداية بالقصبة المرابطية المعروفة حاليا باسم لودايا وقاموا بتحصينها. استقبلت المنطقة جاليات أندلسية أخرى استقرت في مكان كيطلق عليه اسم سلا الجديدة وهي مدينة الرباط، وهكذا كان استقرار جد العائلة شعيب برقاش. قام الموريسكيين بمساعدة ثروة الهورناتشوس بتسليح أسطول كيجوب البحار كرد فعل وطني وديني مدفوع بأمل العودة إلى الجنة المفقودة وبالرغبة في الانتقام من مضطهديهم اللي انتقل هجومهم إلى سواحل شمال إفريقيا. بعد مدة قليلة في نهاية عهد السعديين وضعف دولتهم استقل الموريسكيين عن السلطة المركزية وعلنوا في مارس 1627 استقلال الرباط وسلا بالحكم الذاتي على نموذج مدن العصور الوسطى الإيطالية كجنوة أو البندقية، وتلقت المصادر الأجنبية على هذه المنطقة اسم جمهورية بورقراق. مواردها المالية موفرة من الإيرادات الجمركية والغنائم البحرية. أما بالنسبة للسلطة فتم إرساء نظام حكم جماعي على رأسه قائد كيتنتخب لولاية سنة وكيساعدوا الديوان وهو مجلس استشاري مكون من 16 عضو كيرأسوا أمير بحر. أول رئيس الديوان في 1627 كان إبراهيم بن شعيب برقاش، وسليله هو الأميرال عبد الرحمن برقاش. عاش الرئيس عبد الرحمن برقاش في الغالب منذ عهد السلطان العلوي سيد محمد بن عبد الله اللي اهتم بالجهاد البحري وتبنى سياسة دفاعية كتهدف إلى الوقوف في وجه الأطماع الأوروبية. بخصوص الإغارة البحرية ببورقراق، ذكروا أنه منذ صعود العلويين إلى السلطة في القرن السابع عشر وبالخصوص في عهد مولاي رشيد عام 1666 رجعت العدوتين تحت السلطة المركزية ومعهم المقاومة البحرية. فوق لاحق عام 1817 لغى مولاي سليمان رسمياً الجهاد البحري ودمج عناصره في الجيش المغربي، لكن السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام من بعده حاول إحياء وتشجيع الجهاد البحري وتقوية الأسطول، فهيئ مراكب وشحنها بالعدة والعدد، طلق الاستعدادات في الموانئ الرئيسية بالمملكة اللي زارها وبدأ في إعادة تشكيل البحرية. يقول أحمد بن خالد الناصري أن السلطان طاف في يونيو 1888 ثغور المغرب ومراسيه وأنه أراد إحياء سنة الجهاد في البحر.
كيستذكر بدوره الأستاذ عبد الهادي التازي ظهير ملكي بتاريخ 19 ذو الحجة 1243 أي 2 يوليو 1828 موجه إلى المجاهدين الرئيس عبد الرحمن بريطل والرئيس عبد الرحمن برقاج وكافة المجاهدين المسافرين معهم من أهل سلا ورباط الفتح وتطوان. وبعد أن أمرهم بتقوى الله والمحافظة على الصلوات يطلب إلى جنود البحرية أن يسمعوا ويطيعوا رؤساءهم ويقول: فإذا نشرتم القلاع على بسيط البحر فسيروا على بركة الله وليكن سفركم بحيث لا تفترقون ولا يغيب أحدكم عن رؤية الآخر وسيروا في البحر الكبير من أشقار إلى فارو إلى قابو سنت إلى جزائر بريكش وإذا اضطررتم إلى دخول مرسى فادخلوا مرسى لمصلحة عينت فإذا لقيتم أحدا من أجناس النصارى الذين نحن معهم على الصلح والمهادنة فالقوهم بهمم عالية كريمة أبية على القانون المتعارف وعاملوهم بألطف معاملة وانصرفوا عنهم بمجاملة ونسأل الله أن يعينكم على الجهاد وأمره وأن يمدكم بعونه ونصره وأستودعكم الله وهو خليفته عليكم. وكلف السلطان الرئيس عبد الرحمن برقاج وزميله الرئيس عبد الرحمن بريطل بتفقد الأحوال ومراقبة الساحل المغربي ضد تسلل السفن الأوروبية اللي ما كتوفرش على جواز والخروج في القراصين الجهادية للتطواف بسواحل المغرب. وكان برقاج كيترأس البريك المسماة ربيع الخير والرئيس بريطل البريك المسماة ربيع الجهاد وبها 18 قطعة مدفعية و150 من البحارة. خرج الرئيسان وصادفوا بعض المراكب وحجزوا مركبين من فرنسا ومركبين من إنجلترا. في يوليو 1828 في عرض المياه المغربية تم أسر باخرة من النمسا كتحمل اسم فيلوس ما كتوفرش على رخصة المرور وكانت متقلة بالبضائع وكتقوم برحلة تجارية أخذ طريقها من ترييست بإيطاليا إلى ريو دي جانيرو بالبرازيل. فاستقوها كغانمة إلى مرسى العدوتين سلا والرباط وبعدها إلى مرسى العرائش وتم وضع الطاقم تحت الحراسة قبل إطلاق سراحهم لأن ردود فعل الدول المعنية كانت سريعة. بالنسبة لإنجلترا فمع الصعوبات الملاحية اللي واجهتها السفن الإنجليزية في المضيق وفي غرب البحر الأبيض المتوسط نفذ حاكم جبل طارق حصار لطنجة في 24 نوفمبر 1828 من قبل فرقة بحرية. أما بالنسبة للنمسا اللي كانت معها علاقات دبلوماسية مع المغرب لأول مرة في عام 1783 ومعاهدة صداقة وتجارة كتعود إلى عام 1805 فحادث حج السفينة كان مقدمة لاضطرابات كبيرة. بالفعل قامت البحرية النمساوية بين يناير 1829 ونهاية عام 1830 بأوامر من الأميرال فرانس فون بونديغا بقصف موانئ العرائش وأصيلة وتطوان، الأمر اللي أفضى إلى مفاوضات بين طرفين ناب فيها عن المغرب يهودا بن عليل قنصل للمغرب بجبل طارق واللي انتهت إلى توقيع اتفاقية معاهدة السلام في مارس 1830 نهات المشكل بين النمسا والمغرب. من بعد هذه الأحداث تخلى السلطان عن الجهاد البحري، يقول الناصري في الاستقصاء: واعلم أن هذه الوقعة هي التي كانت سبباً في إعراض السلطان المولى عبد الرحمن عن الغزو في البحر والاعتناء بشأنه، فإنه رحمه الله لما أراد إحياء هذه السنة صادف إبان قيام شوكة الإفرنج ووفور عددهم وأدواتهم البحرية وصار الغزو في البحر يثير الخصومة والدفاع والتجادل والنزاع ويهيج الضغن بين الدولة العليا ودول الأجناس الموالية لها حتى كاد عقد المهادنة ينفصم. هذه الأحداث كانت إذن من بين آخر المناوشات بين رؤساء سلا والرباط وبين السفن الأوروبية على مقربة من السواحل المغربية. كيظهر بهذا الحاج عبد الرحمن برقاج مع الحاج عبد الرحمن بريطل كواحدين من آخر ممثلي الجهاد البحري اللي عرف الانتكاسة الأخيرة مع الوجود الفرنسي في الجوار منذ إنزال سيدي فرج بالقرب مدينة الجزائر في عام 1830 والضغط المتزايد لخنقد النشاط البحري في المغرب. منذ ذلك الحين فقدنا كذلك أثار الرئيس برقاج، لكنه ترك ذريات قلدت مناصب عالية ونالت شهرة كبيرة
ولدو محمد برقاش شغل عدة مناصب رسمية بما في ذلك باشا الدار البيضاء قبل تعيينه في عام 1859 نائب السلطان بطنجة، وهو منصب ذو أهمية قصوى شغله لأكثر من 17 عام. ولادو الخمسة وكذلك أحفاده تقلدوا بدورهم مناصب وجهة ببشواتهم وأمنائهم ونظراء الأحباس ووزراء وسفراء. أما الحاج عبد الرحمن برقاش فضل اسمه حاضر ليومنا هذا، وطلق على باخرة خافرة من سفن البحرية الملكية كتقوم بالدوريات في أعالي البحار، ومهمتها الرئيسية مراقبة السواحل ومراقبة أنشطة الصيد، اسمها الرئيس برقاش.